السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. هدد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قبل يومين بالإعلان عن موعد المظاهرة الموعودة كما سماها فجأة وبلا سابق إنذار، لذا عليكم جميعا أن تكونوا على أهبة الاستعداد للخروج. يرغب عمران خان بإجراء انتخابات مبكرة أملا منه بالعودة إلى الحكم من جديد بعد ما يقارب 6 أشهر من رحيله. في المقابل وصف رئيس وزراء باكستان شهباز الشريف سلفه عمران خان بأنه أكبر كاذب على وجه الأرض، واتهمه بحقن السم في المجتمع من أجل استقطاب الناخبين بصورة خطيرة بعد الإطاحة به من السلطة في وقت سابق هذا العام. وتحدث شريف لصحيفة The Guardian البريطانية خلال أول مقابلة يجريها منذ توليه رئاسة وزراء باكستان في أبريل الماضي عن الضرر الذي قال إن نجم الكريكت السابق الذي أصبح رئيس الوزراء باكستان في عام 2018 ألحقه بالشؤون الداخلية والخارجية للبلاد. وتواجه باكستان حاليا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ تعاني البلاد من تضخم متصاعد وديون خارجية مرتفعة للغاية، وتعاني تراجعا في احتياطي العملات الأجنبية وأضرارا تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار جراء تعرضها لأسوأ فيضانات بتاريخها في أغسطس الماضي، والتي أودت بحياة المئات وشردت الملايين. إذن مشاهدينا الكرام، حول تطورات الأوضاع في باكستان نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد حذيفة فريد الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني. سيد فريد، تحية لك. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية للسادة المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد حذيفة، في البداية في أي إطار يأتي هذا التحذير أو هذا التهديد إن صح القول من عمران خان بمظاهرة وعليكم أن تنتظروا، ولم يحدد موعدها حتى الآن؟ مجددا تحية لك سعى وكذلك للسادة المشاهدين. تحذيرات عمران خان هي استمرار لخطاباته منذ أن تمت الإطاحة به في شهر أبريل الماضي، بعد المظاهرات التي قام بها في أو الجلسات التي قام بها في لاهور، في كراشي، في غيرها من المدن، ثم مظاهرته في شهر مايو كذلك، ودعواته للخروج في أكثر من موقع أو أكثر من جلسة، مطالباته بإسقاط هذه الحكومة بأي طريقة ممكنة. الغريب أن هذه الدعوات انتهت قبل تقريبا أكثر من شهرين، حينما تولى برويز إلهي مرشح عمران خان حكومة أو رئاسة وزراء إقليم البنجاب، حين خفت هذا النداء وبدأ يتصاعد خلال الفترة أو خلال الشهر الماضي تقريبا دعوات مرة أخرى من عمران خان لإسقاط هذه الحكومة. هذه المظاهرة الموعودة تحدث عنها عمران خان على مدار الشهر الماضي في أكثر من جلسة، وأنه سوف يعطي النداء الأخير، ولكن في كل جلسة كان يؤخر هذا النداء إلى الجلسة التالية حتى تحدث آخر مرة في رحيل عمران خان، وأعطى موعدا على أنه خلال أيام قليلة فقط لا غير سوف يتم الإعلان عن جلسة أو عن المظاهرة العارمة الموعودة عن محاصرة إسلام آباد إن صح التعبير خلال أسبوع. وهذا الكلام كان في بداية شهر أكتوبر، كان المتوقع أن تكون يوم أمس هي هذه المظاهرة الموعودة والمظاهرة المنشودة والمنتظرة من أنصار حزب الإنصاف، ولكن لم يحصل. اليوم بدأت أو عادت الكونتينرات مرة أخرى إلى العاصمة إسلام آباد. أيضا كذلك الحكومة الباكستانية وجهت طلبا للجيش الباكستاني بالنزول إلى الشوارع، إلى شوارع العاصمة فورا حصول هذه المظاهرات في العاصمة إسلام آباد. سوف نراها سوف يقوم الباكستاني بالنزول، أو أنه سوف يفعل كما فعل في مظاهرات